السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دازي، مراحل جديدة من حفظ اللغة العربية للسنة الثانية في المتوسط، واليوم مع تحضير النص، واليوم مع تحضير درس صفحة الأول 19، اسم الفعل المضارع، أفهم أولى الجزاء، وضد التعلمات في الوقت الثالث، التعليمية. الأنتبه أف للنفايات الصناعية، أواه من انتشار الأوبئة أو الأمراض، بخ تنظيف المحيط، وي من حماة البيئة، آه من الغازات المبعدة. المناقشة التحليل، انظر إلى الكلمات التي بدأت بها هذه، أهي أسماء أم أفعال؟ هي أسماء لأنها لا تقبل علامات الفعل. يا ربك، على ماذا دلت هذه الأسماء؟ اسم الفعل نوعه، معناه، مثاله. أف فعل مضارع، معناه أتدشر. مثال: أف لك أيها البخيل، لن ينفعك مالك. أواه فعل مضارع، معناه أتوجع. أواه من جرح الصديق. اسم الفعل بخل، فهو فعل مضارع، معناه أستحسن. نوعه مضارع، معناه أستحسن. معناه أستحسن. مثال: بخ بخ أيها المجاهد، لقد فزت بالأجر العظيم. وي نوعه مضارع، عفوا، وي نوعه مضارع، معناه أتعجب. مثال: وي كأنه لا يفلح الكافرون. اسم الفعل آه، نوعه مضارع، معناه أتوجع. مثال: آه مما يبعثون في الأرض فسادا. جيد، هل يمكن تصريف هذه الأفعال؟ لا تتصرف، تصرف الأفعال ولا تقبل علاماتها. من خلال ما سبق، عرف اسم الفعل المضارع. اسم الفعل المضارع هو الاسم الفعلي الذالي عليه الفعل المضارع، ولا يقبل علامة من علاماته كلم الجزم والسين وسوف. مثال: آه وأواه، بمعنى أتوجع. آه من قيدك أدمى يدي. ما هو إعراب أسماء الأفعال؟ من أسماء الأفعال: بخ اسم فعل مضارع مبني على الكسر بمعنى أستحسن، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أف اسم فعل بمعنى أتضجر، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أواه اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أتوجع، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. آه اسم فعل ماضي مضارع مبني على الكسر بمعنى أتوجع، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إن. واهن واي أسماء أفعال مضارعة مبنية على السكون بمعنى أتعجب. عرفت معاني اسم الفعل المضارع، قد أمثلة عن كل اسم تعرفه عليه. بخ بخ أيها المؤمن بأعمالك الصالحة، فلا تقل لهما أف. الله أيها الشرف الهش، أنت مصدر وجوهر وجود الرجل. أعرف 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 قال تعالى: أف لكما ولل و
أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. لكم اللام حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم علامة جمع، وحرف عطف. لما واللام حرف جر، ما اسم مجرور اسم موصول بمعنى الذي، مبني في محل اسم مجرور، والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما. تعبدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع، والجملة تعبدون صلة الموصول من حرف جر. دون اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. أراودتك وبعض زملائك فكرة التشجير، وذلك قصد تحسين صورة المحيط. اكتب فكرة في هذا الإطار وتشرح لهم هذه الفكرة وتحثهم على تطبيقها. موظف اسم الفعل. راودتني وبعض زملائي فكرة التشجير، وذلك قد تحسين صورة المحيط. المساحات الخضراء صفة من صفات الجنان، فاللون الأخضر يرمز إلى السلام والخير والنعمة، وهو يضفي على النفس الشعور بالجمال وحب الطبيعة والراحة النفسية. فيلجأ من يعاني من ضغوطات الحياة ومن يريد الاستجمام إلى الطبيعة الخضراء. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون أوجد فيه مساحات خضراء بشكل طبيعي، وفي المقابل هناك مساحات قاحلة أو قليلة الأشجار. فجاء دور العقل البشري ليبتكر طرقا لزيادة عدد الأشجار، فظهر في علم الزراعة مصطلح التشجير. فبخن بخن أيها المحافظ على عمليات التشجير لما فيها من أهمية كبيرة، فقد ورد ذكر التشجير في القرآن الكريم 26 مرة. وقد نهى الرسول الكريم عن قطع الأشجار لما لها من فوائد جمة، وحتى على زراعة الأشجار حتى ولو كان الوقت هو وقت قيام الساعة. لذلك علينا أن نحافظ على مساحاتنا الخضراء وأن نحاول أن نزرع ما استطعنا من الأشجار. وهكذا أعزائي التلاميذ لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.